زي بالظبط ازاي ربنا جعل مريم وابنها آية للعالمين وما حفظش أجسادهم، إنما قصصهم ما زال الناس بيتداولوها. وكمان قصص نوح آية للعالمين برغم مرور آلاف السنين، وقومه اللي أغرقوا ما زالت الأحداث دي كلها بنتناقلها. ومش لازم حد يعمل علينا أفلام وروايات ويشاور لنا على موميا ملك معين وإحنا نصدقه، خصوصا إن الملك ده كل الأبحاث اللي اتعملت على موميته بتأكد إنه مات بشكل هادي على سريره في قصره وهو راجل تسعيني بعد ما حكم 67 سنة وملى حياته بالإنجازات والمدن والمسلات والتماثيل، ومعبده مازال شامخ محفور فيه بالنقش ابتهالاته لله الواحد الأحد أثناء معركة مجده في جنوب جزيرة العرب. والناس بتجيله من آخر الدنيا مرتين في السنة يتفرجوا على تعامد الشمس على وش تمثاله، يعني سيرته محمودة وربنا راضي عنه، ولا كان محى كل أثاره من الوجود اللي لسه بنشوفها، وده عكس الآية دمرنا ما كانوا يعرشون. والادعاءات إنهم لقوا أثار ملح في موميا رمسيس الثاني وده دليل غرقه، طبعا التحنيط بيتعمل من ملح وادي النطرون وكل المومياوات بتتحنط كده مش بس هو، فلو لقوا كام جرام من الملح اتوصى بيه زيادة المحنط يسامحونا فيهم. كل الأكاذيب دي بتلف وتدور إنها تخلي مصر القرآن هي مصر الحالية، وإحنا فرحانين بالكذبة دي إن اسمنا مكتوب، كما لو كانت مصر اللي ربنا قالنا عليها دي ما تلعنتش واتدمرت وتورثت خرابة لناس تانيين غيرنا، بينما مصر وادي النيل بقية وحضارتها متواصلة وما حصلش انقطاع في أي عصرها بالرغم من الضعف السياسي بين عصر والتاني واللي بيحصل في كل الأمم. واللي يقرأ تاريخ رمسيس الثاني وقوته ونفوذه وسيطرته يستغرب إزاي ملك بالحجم ده يخرج بنفسه يطارد شوية عبيد وهو في التسعين من عمره، ده إحنا الكبار في السن عندنا زيه لو قلنا لهم تعالوا نروح السينما مش هيرضوا، مش ياخدوا عجلتهم الحربية ويجروا ورا شوية مناكيد. كل التفاصيل الدقيقة في القرآن بتأكد مكان حدوث القصة بإحداثيات دقيقة في جوف جزيرة العرب وفي قلب جبل عسير المذكور في القرآن باسم السعير، فرعون ذو الأوتاد صاحب الجبال الشاهقة وكل أصحاب الأذواق في اليمن ذو القرنين وذو ريدان وذو القلاع، وسيرتهم منقوشة بخط المسند الفريد استعماله في اليمن. وكل المحاولات لتركيب القصة في مصر الحالية فشلة ومردود عليها جغرافيا وأثريا ولغويا ونمط الحياة المغاير لحياة البدو الرعاب.